قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فقوله فلا تخاف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي أن من كان وليا للشيطان فإنه يتمسك بما يأتيه من عدوه الشيطان من تخويفه من الناس. وهكذا من معاني الآية أن الشيطان يحاول أن يلقي في قلوب المؤمنين مخافة أوليائه من الكافرين والمشركين. ومتى علم العبد أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال انحصر خوفه في ربه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وكما في الحديث الشريف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هنا فإن المؤمن يعلم أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، وأنه لن يتمكن أحد من أداء عمل إلا بمعونة من الله، فيتوكل على الله وحده، فيعتمد قلبه على ربه سبحانه وتعالى.